يحقق لكم النصر. قلوبنا، لساننا، عقيدتنا، ما نخفيه وما نعلنه معكم أيها الشعب الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذه الغمة وأن يحقق ما يتمنى أبناء الشعب البحريني التي تزامنت مع ما بات معروفا بالربيع العربي. هذه الثورة الكبيرة التي قادها علماء البحرين وشبانها الثائرون في 14 من شباط فبراير، التي واجهها حكام آل سعود وآل خليفة بوحشية فاقت كل الحدود، وتسببت المواجهة باستشهاد المئات واعتقال الآلاف من رجال ونساء وشبان وشابات البحرين، واغتيلت فيها الأجنة في أرحام الأمهات، مع أن الثورة سلمية ومطالبها إنسانية حقة. ونحن في الوقت الذي نبارك لأهلنا في هذا البلد المظلوم هذه الذكرى المهمة العظيمة في نفوس الأحرار والشرفاء وقلوبهم في العالم جميعاً، فإننا ندعو المنظمات والمؤسسات الدولية والإسلامية إلى ممارسة دورها المنشود في مساعدة الشعب البحريني الشقيق في محنته. وفي البدء نود أن يعلم الصديق والعدو بأننا أقوى من أي وقت مضى، وأكثر ثباتاً على مبادئنا وقيمنا وأهدافنا، وأهدافنا الوطنية والتي هي مكملة ومتجانسة مع قيم وأهداف أمتنا الحرة. نحن اليوم في البحرين، ورغم التضحيات والآلام، وهي رسائل شعب البحرين نوصلها لكم يا أشرف شعب، شعبنا العراقي وأخوتنا وأهلنا. نحن اليوم في البحرين ورغم التضحيات والآلام وعشرات القادة الذين يرزحون في السجون وآلاف الجراح التي لا تزال مفتوحة، إلا أن، وهذا الخبر، ساحات البحرين إلا وأن ساحات البحرين لا تزال تزخر بالثوار رغم القمع والتنكيل، إلا أن رجالنا حاضرون في الميدان بشكل يومي، وحرائر البحرين، وكل التحية لكن يا حرائر البحرين، وحرائر البحرين ضربنا المثل الأسمى في الجهاد والنضال الوطني المنقطع النظير، حتى باتت المرأة البحرانية مثالاً يقتدى به ويحتدى به إقليمياً وعالمياً لما رسمته من صورة نموذجية للمرأة المكافحة والمجاهدة.